اسمه حلاوة ها وكاتب يبيع ملح 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 البيت ليه القطر ليه القطر أموس كده انتوا بصوا كده بقى ايه احنا انا اقول لكم الإجابة وانتوا تقولوا على النقطة اللي تضحك تمام بس هو هيبدأ انا بفكر لا ده انا وراك يلا انت وانا وراك والله لو مش اندهاش والله بس مش عايزين اندهاش القطه اللي عايز على نفس الدماغ دي ساعه هذا قلت له معاك وانا بالدماغ دي كملي انت اللي ما كملتيش طب انت كده لا انت عم سمعت على الزيتونات لا خلاص انا صح ما حدش يفتي ما حدش يفتي عشان ممكن نفتي عادي مش مشكله افتوا انتوا عايزين نقطه تضحك بس انا عم بدل ما ضحكتش بس انت اجتهدت تمام انت اجتهدت فانت كسبت معايا بس كسبت صح كسبت والله والله الف مبروك بس برضه انا حابب اسمع منك طيب والله مفيش نكته حاضره دلوقتي بس هي النكته اللي انت قلتها اظرف واجمل من اي نكته في الدنيا هي راجل دافريكس بس برضه هتقول لي النكته